التقى وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي وفدا من إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال التصنيفات الائتمانية والتحليلات والبيانات لأسواق رأس المال والسلع، ذلك لبحث سبل التعاون المشترك. تم خلال الاجتماع استعراض العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام والمشروعات في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، خاصة في الصناعات الكيميائية والمعدنية. هذا وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية محددة للنهوض بأداء الشركات التابعة لها وتحسين وتطوير نظم العمل والإدارة وتعظيم عوائد الأصول، وكذلك تعزيز تطبيق الحوكمة ومعايير الجودة والاستدامة.